بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نعود إلى استئناف سرد كتاب إرشاد الفحول للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، وقد سبق كلام حول معنى الحكم الشرعي وما ينقسم إليه من حكم وضعي وحكم تكليفي، وكان بيان أن جميع ذلك فيه معنى الكلفة، أي فيه معنى التكليف، وسنفصل بعض القول في ذلك اليوم تفصيلا. قال محمد بن علي رحمه الله، نستأنف سرد النص: فكانت الأحكام ثمانية، يقصد الأحكام فيما بما فيها من تكليفي ووضعي على حسب التقسيم الذي اختاره هو رحمه الله. خمسة تكليفية وثلاثة وضعية، وتسمى أو قال وتسمية الخمسة تكليفية تغليب، قد أشرنا إلى هذا وسنفصل فيه الكلام اليوم بحول الله، إذ لا تكليف في الإباحة بل ولا في الندب والكراهة التنزيهية عند الجمهور. وسميت الثلاثة وضعية لأن الشارع وضعها علامات لأحكام تكليفية وجودا وانتفاء. نقف عند هذا الحد لبيانه بحول الله جل وعلا. فقوله رحمه الله وتسمية الخمسة تكليفية، أي الواجب والمندوب والمكروه والمباح والحرام، قال وتسمية الخمسة تكليفية تغليب، لأنه عنده وعند الجمهور لا تكليف في الإباحة ولا تكليف في الندب ولا في الكراهة التنزيهية. فأولا، مصطلح الكراهة التنزيهية هو في غالب استعماله استعمال حنفي عند الأحناف، هم الذين يميزون بين نوعين من الكراهة ويسمون كراهة تحريم وكراهة تنزيه. وكراهة التنزيه عندهم هي الكراهة المشهورة عند علماء المذاهب، بينما كراهة التحريم هي ضرب من المحرم الذي هو عند الجمهور، وسنقف أيضا عند هذا المعنى بتفصيل فيما يأتي بحول الله جل وعلا. المهم الآن هو بيان ما معنى هذا التغليب وكيف، ومحاولة تحقيقه إلى أي حد هو صحيح، لأن الذي سبق إلى الذهن عند من قال بأن الأحكام أو أن تسمية المندوب والمكروه والمباح أحكاما تكليفية إنما هو من باب التغليب، ذلك قائم على معنى التكليف ما هو. فإذا هؤلاء يرون بأن التكليف إنما يتعلق بالإلزام، وما ليس بإلزام فليس بالتكليف، لأنه ماذا أبقوا من الأحكام الخمسة إذن؟ أبقوا الواجب والحرام، كليهما فقط سمي تكليفا، وما دون الواجب والحرام حسب هذا التقسيم والبيان ليس بتكليف وليس بأحكام تكليفية على الحقيقة، وإنما هو من باب التغليب. والأمر إذا درسه الإنسان فعلا وحاول أن يتبينه ليس على ما ذهب إليه هؤلاء، بل على ما ذهب إليه غيرهم ممن يرى بأن الأحكام جميعا تكليف، وأن قولهم الأحكام تكليفية يعني الأحكام الخمسة جميعا. ولنبدأ بالمباح، لأنه إذا تبينت حقيقة المباح فستتبين حقيقة المندوب والمكروه من باب أولى وأحرى. وقد سبقت إشارة إلى أن معنى الإباحة أنها حكم. لماذا سميت حكما؟ دعك من كلمة التكليف الآن لنتحدث، أحكم هي أم لا؟ فنسميها أحكام تكليفية قبل أن نصفها بالتكليفية، هي أحكام ولا خلاف
أقول لا خلاف، وهذا هو المهم، لا خلاف في تسميتها أحكاما، بل هذا إجماع. إجماع، وما أدرك من إجماع؟ بقطعيته وقوته، فهي أحكام. فإذن كون الشيء حكما معناه أنه حكم به حاكم، والحاكم هنا هو الله جل وعلا، هو الذي حكم سبحانه، فجعل هذا واجبا وهذا مندوبا وهذا حلالا وهذا مكروها وهذا حراما. حاكم لا معقب لحكمه سبحانه جل وعلا، فإذ يحكم صار هذا المعنى النازل من عند الله على أفعال المكلفين كما بيناه قبل، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، وقد تحدثنا عن هذه العبارة، صار هذا الخطاب يعني فيه ضرب من الإلزام بمعنى من المعاني، بما أن الله حكم أن يكون هذا هكذا، حكم أن يكون مندوبا وحكم أن يكون مباحا، فلا يجوز لأي أحد أن يغير ذلك الحكم وأن يجعل المباح حراما مثلا أو مندوبا أو مكروها. فإذا فيه على الأقل إلزام جعل المباح مباحا، هذا أقل ما فيه، وسنبين أن فيه أكثر من هذا، فيه بما أن الله الذي حكم، فيه إلزام جعل المباح مباحا وجعل المندوب مندوبا وجعل المكروه مكروها. ولذلك قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، بمعنى أنه كما قال العلماء، كما أنه لا يجوز أن يجعل الإنسان المحرم مباحا، هذه مسألة خطيرة، تخلط على الحرام وترد مباح ظلم، كذلك أيضا لا يجوز أن تجعل المباح حراما، وبعض الناس قد يستهين بهذا، شحال من واحد كتقول له زعما كيبان له بأنه ماشي مشكل، خاصة يعني كثير من طلبة العلوم الشرعية وذا كيقول راه نحرمها ونخرج من باب واسع، بحال لا، خطير هذا الأمر. إذا حرمت المباح فكأنما أبحت الحرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، أي ما ينبغي أن تقول للشيء حراما أو مباحا إلا بعلم، أي إلا إذا استيقنت أو غلب على ظنك بالاجتهاد أن ذلك هكذا يقولون حكم الله. إن المجتهد حينما يستنبط ماذا يجتهد؟ يستنبط ما يغلب على ظنه أنه حكم الله، لأن الله هو الذي يحكم، فلا يجوز له أن يغلب بالهوى أو كذا، لا، فهنالك إلزام جعل المباح مباحا باش ما يبانش الإنسان من المباح، يعني شي حاجة في الدنيا دير فيه كيما بغيت، يعني يمكنك أن تصنع فيه ما شئت، لا يجوز، يجب أن يكون المباح مباحا، فهذا تكليف، لماذا لا يجعل هذا من تكليف؟ فالمشكل الذي دخل على بعض الناس هو أنه يعني حينما حصروا معنى التكليف في الإلزام الفعلي والتركي، يعني أنه يجب أن تفعله فهو واجب، لا يجوز أن تفعله فهو محرم، ضاقت الدائرة فأشكل عليهم، أقول أشكل عليهم كون المندوب تكليفا وكون المكروه تكليفا وكون المباح تكليفا، وهذا إشكال خطير جدا. لماذا؟ لأنه إذا كانت عندنا خمسة الأحكام فأي تغليب هذا؟ إمام رحمه الله يقول إنما هو تغليب، تسمية الخمسة تكليفية، إنما هو تغليب رياضيا وحسابيا، فينا هو اللي غالب، هو الثلاثة الباقية، لأنه الآن الأحكام خمسة خرجنا المحرم قالوا هو تكليف لأنه فيه الإلزام بالتركي، الواجب هو تكليف لأن فيه الإلزام بالفعلي، والثلاثة الباقية المندوب والمكروه والمباح لا تكليف فيها، وثلاثة مقابل اثنين، شكون اللي يغلب؟ هذا كلمة فيه الشركة لفا عندهم، فواجب أن تسمى أحكاما لا تكليفية تغليبا، لأن ثلاثة غلب جوج، فتنعكس القضية، الدليل منعكسون على أصحابه مش نهائيا. ولذلك يعني أو يعني الذين فعلا يعني قربوا من الحق
والصواب هم الذين أدخلوا المندوب والمكروه في التكليف وبقى لهم إشكال غير ديال المباح بوحده، ثم جاء من تعقبهم وقال المباح أيضا يدخلوا في التكليف. ونزيدوا لهذه المرحلة الأولى أولا، بمعنى أنه يعني المندوب والمكروه فيه ضربون من الإلزام، وسأبينه بحول الله عز وجل زيادة على ما ذكرت على قضية أنه ألزم أن يكون المكروه مكروها كما ألزم مكروها كما ألزم أن يكون المباح مباحا. فيعني الكراهة فيها 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 نهي، والندب فيه أمر، فحقيقة ليس بيحتمين، لكن ينبغي أن يفعله الإنسان يوما ما أو من حين لآخر، لا ينبغي أن ينقطع عنه البتة، وسأبين بحول هذا المعنى هذا. فلذلك لما كتكون الأحكام الأربعة تكليفية وكيبقى غير واحد اللي هو المباح، أنا إذن يجوز أن نقول وسمي المباح حكما تكليفيا أو وصف بالتكليفي من باب التغليب. علاش؟ لأنه ألحق بالأربعة من باب التغليب، لا أقل ولا أكثر. ولكن مع ذلك جاء غير واحد من أهل العلم ومن بينهم أبو عبد الله أحمد بن أحمد المالكي التلمساني المغربي صاحب كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، وهو من أجواد كتب المالكية في أصول الفقه، كتاب صغير الحجم لكنه من الدقة بمكان. أحمد بن أحمد المالكي التلمساني صاحب مفتاح الوصول، كتاب راه صغير ومشهور موجود في المكتبات. أحمد بن أحمد المالكي التلمساني صاحب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ويقول بأن المباح هو أيضا حكم تكليفي، وأن معنى كونه مخيرا فيه أقسام أو قسمان، وصار به في نهاية المطاف إلى أن جعله حكم تكليفي في نهاية المطاف. وجاء أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله بعده وفصل في الأمر تفصيلا، وغيرهما كثير من العلماء الذين بيّنوا أن المباح فيه معنى الإلزام أيضا من غير هذا المعنى الذي قلت أن يكون المباح مباحا لا يجوز لك أن تغيره، لا، فيه معنى الإلزام. وذلك أنه إذا تعلق الأمر والنهي بالقسمين أو بالأقسام الأربعة، الأمر والنهي، فالأمر متعلق بالواجب المندوب والنهي متعلق بالمحرم والمكروه، وهذا المباح قد لا يتعلق به خطاب أصلا. بعض الأحيان تلقى فيه خطاب كلوا واشربوا إلى آخره، تنكحوا تناسلوا، بعض الأوامر التي تفيد الإباحة لا أقل أكثر، وبعض الأحيان تكون يعني قطعية في الإباحة ما فيها إشكال نهائيا كالأمر بعد النهي عن الشيء نفسه في السياق الواحد، يعني كيجي في الكتاب أو في السنة يعني ينهاك عن شيء ثم يأمرك به، هذا في منطق اللغة العادي حتى بالدارجة، في منطق اللغة العادي يفهم الإنسان بأنه إنما يبيح لك ولا يأمرك. كان يقول أب لابنه لا تخرج من البيت، من عمر الخروج لا تخرج، نهي، ثم قال له أخرج، فكيتفهم شكل عادي عند الناس كاملين بأن هذا أخرج رغم أنها أمر إنما تفيد إلغاء النهي السابق وليست أمرا، ماشي كيقول له خرج خصو يجمع له فأخرج، لا، وإنما يعني ينساخ النهي بمعنى أنه صار درجة الصفر، ما بقى شيء في الأمر ولا في النهي، لا هو منهي ولا هو مأمور، كأنه قال أخرج الآن إن شئت، فهو أمر يفيد التخيير. ولذلك حينما نهى الله جل وعلا عن الصيد لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وغير ذلك من السياقات التي نهى فيها عن الصيد بالنسبة للمحرم بالحج أو العمرة، لكن بعد ذلك قال إذا حللتم فاصطادوا فاصطادوا، فأمر بالصيد عند الإحلال يعني الانتهاء من أعمال الحج في التحلل، أمر بالصيد فاصطادوا، فهذا أمر، فمن أخذ على ظاهره سيظن بأنه واجب ليس بواجب ولا هو بمندوب، وإنما هو ينساخ، لا نقول ليس بالنسخ بالحقيقة، ولكنه يبين، هذا المعنى الدقيق، يبين أن التحريم السابق قد ارتفع، ما بقاش التحريم إذا انتهت ظروفه وهي الإحرام بالحج أو بالعمرة أو بهما. فإذا يعني هنالك مباحات تفهم من صياغها، فيها أوامر، فيها صياغ، فيها تصريح، يعني فيها نصوص بالكتاب والسنة، لكن
أغلب المباحات، أغلبية الساحقة ديال المباحات لا نص فيها أصلا، مسكوت عنها، يعني بين قوسين العبارة مسكوت عنها فيها كلام، يعني نقول لا نص فيها، لا تجد فيها لا كتابا ولا سنة، لأنه إذا استقريت المباح تقلب له على أدلة ما تلقاش، ولذلك قالوا الأصل في الأشياء الإباحة. فإذا هذا النوع من المباح كيف نجعله تكليفيا؟ هذا إشكال فعلا رحمك الله. يعني أنت لباسة بهذا الشكل، يعني يجي الباب مغربي مثلا ما عندك نص فيه، يجوز طبعا يجوز، لكن ما دليله؟ كيف نسميه تكليفا؟ ماشي ما دليله، كيف نسميه تكليفا؟ أن تشرب الماء الآن في هذه اللحظة دون هذه أو دون تلك مباح، أنت مخير، أشرب أو لا تشرب، اجلس أو لا تجلس، أخرج أو أدخل، مباح. فكيف يسمى هذا تكليفا؟ ولذلك العلماء استقروا المباحات منذ القديم، كما أشرت إلى بعض العلماء الذين قالوا بهذا الكلام، ووجدوا أن الإباحة على ضربين، نوع مصرح بإباحته، كان واحد نوع ديال المباح مصرح بإباحته، أي أن الله جل وعلا يخبرك بأنه مباح، كلوا واشربوا ولا تسرفوا كما ذكرت في الحديث، تناكحوا تناسلوا إلى غير ذلك من الأوامر التي تفيد بأن الله يتنعم على عباده ويمتن عليهم بهذه المباحات، من طيبات كلوا من طيبات ما رزقناكم إلى غير ذلك من النصوص الجامعة للمأكل والمشرب والملبس إلى غير ذلك من مال، نصوص فيها تصريح بالإباحة، ومباحات لا نصوص لها لا من الكتاب ولا من السنة. فالأشياء التي فيها تصريح بإباحتها بالاستقراء، يعني بمنهج التتبع كيتبعوها وكيدرسوها وحدة وحدة وحدة، وجدوا أن الله جل وعلا ما صرح بها إلا لأن خيرها غالب، ولأنها كما قالوا تخدم الضروريات الخمس. علماء الإسلام درسوا يعني تشريع الإسلامي من كتاب الله وسنة رسول الله، ووجدوا أن هذا التشريع يبني في النفس الفردية والجماعية، يعني المجتمع، واحد المجموعة من الأصول المصلحية سموها الضروريات الخمس، التي هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. الدين والنفس والعقل والنسل والمال، كاين النسل اللي كيسميه العرض وهو في نهاية المطاف واحد، النسل والمال. فوجدوا أن عددا من المباحات تخدم هذه الضروريات الخمس، وأما الأصل في الضروريات الخمس أن تتعلق بها الأوامر والنواهي التكليفية وجودا وعدما، وتتعلق بها أيضا التشريعات الجنائية من حدود وتعازير. وجدوا أيضا بأن هذه الضروريات الخمس الأصل فيها أنها تتعلق بها الأوامر ديال الوجوب والنواهي ديال التحريم. في الدين كله يعني أوامر لنكون مسلمين ولنكون مؤمنين ولإقامة الدين. النفس أيضا أمرنا بإحيائها، ولا يجوز أن نقتل أنفسنا، لا تقتلوا أنفسكم، ولا أن نقتل الأنفس الأخرى بغير حق. العقل أيضا وجدنا بأن الله حرم الإسكار تحريما، فإذن كتوجد بأنه إما كتعلق به واجب أو كتعلق به تحريم، إذا كان يتعلق به دمه فهو يتعلق بالتحريم، بإقامته يتعلق بالواجب، وإذا وقعت خطيئة إزاءه والنسل أيضا أحكام الزنا ويعني المال أحكام السرقة معروف إيش الواجب، يعني هذا واجب هذا حرام هذا واجب، هذه الضروريات الخمس. وإذا تعدى أحد على شيء منها نجد الحدود أولا تقف إزاءه. فبالنسبة للدين كان وجد حد الردة لمن انتهك حرمة الدين وارتد، ونجد أيضا حكم الجهاد في سبيل الله، وإن لم يكن هو من الحدود لكنه حكم فيه الوجوب حينما تنزل نازلته، ونجد في النفس يعني حد القتل ومن الحدود الستة، ونجد في العقل
حد شرب الخمر، ونجد في النسل حد القذف وحد الزنا، ونجد في المال حد السرقة، ونجد فيها جميعا تعازير لا حصر لها. أما من التعازير بالنسبة للذي لا يتبع هذا الأمر وليس من إليه، التعازير هي أحكام عقابية اجتهادية، الحدود هي الأحكام اللي كاينة بالكتاب وبالسنة، كحكم الزنا وحكم السرقة بالنص، سارق والسارقة فاقطعوا، سارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فلدوا، كل واحد منهما 100 جلدة، نصوص من الكتاب أو من السنة. بينما التعازير يعني شي حاجة اللي ما فيهاش الكتاب والسنة، فيها الاجتهاد ديالها القاضي، القاضي هو غيشوف باش يعاقبه، شي عقوبة اجتهادية ما تسمى تعازير. ولذلك قلنا التعازير المتعلقة بهذه الضروريات الخمس لا حصر لها، لأن القاضي من هنا ويجتهد إلى يوم القيامة، وتختلف من زمان إلى مكان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. فإذا علاش كنبين الضروريات الخمس ولو لم يأتي أوانها وإبانها؟ أي باش نعرف الطبيعة، نعرف الطبيعة ديالها أنها تتعلق بها في الأصل، أقول في الأصل أوامر ونواهي فيها الإلزام الحتمي الذي لا خلاف فيه. شكون نجدو؟ نجد بعد ذلك أن كثيرا من المباحات هي أيضا تخدم الضروريات الخمس كتلك الأوامر والنواهي. فوجدنا إذن أن الأصل في خدمة الضروريات إنما هي الواجبات والمحرمات، ووجدنا أيضاً المباحات. قلنا هي المباحات التصريحية، ما من مباح تصريحي، معنى مباح معنى تصريحي يعني مباح مذكور في الكتاب أو السنة، يعني الله جل وعلا بنص القرآن يجيز لك أن تفعل هذا أو بنص السنة الصحيحة. فحينما نجد الإباحة التصريحية نجد بالاستقراء تتبع أنها تخدم الضروريات الخمس، كتبنيها وكتقومها. فإذا هي في طبيعتها بما أنها تخدم الضروريات الخمس تشبه الواجبات. فاش في الوظيفة ماشي في الصيغة، أما ديك راه سميتها واجبات وهذه مباحات كل حاجة بوحدها، ولكن حيث وظيفتها تشبه الواجبات. أمثلة على ذلك كسائر المباحات من الأطعمة والأشربة والمسكن والملبس والزواج عند المحققين، كل ذلك من المباحات. وانضرب مثالا بالطعام والشراب والزواج، يعني تأكل أو لا تأكل، تشرب أو لا تشرب، مباح مخير فيه أنت. ولكن لو انقطعت عن شرب الماء زمنا أو عن أكل الطعام زمنا لوقع الهلاك بالنسبة للمنقطع عنه، سيموت الإنسان. فصار الأكل والشرب ها هنا لازما واجبا لإحياء النفس، فهو واجب إذن. طيب ولكن لا يسمى واجبا باللغة الإصطلاحية، ما خصناش نقول له واجب. ويتساءل المرء لما لم يجعله الله واجبا إذن؟ علاش ربي تعالى ما درنا شيء يعني أننا نأكل ونشرب ونلبس ونتزوج أيضا واجب؟ سبب بسيط، وهو أن الشارع حكيم. الشارع اسم فاعل هنا، صفة لله وليس اسم من أسماء الله الحسنى، صفة. شرع لكم من الدين، العلماء يجمعون على استعمال هذا الوصف في ذات الله جل وعلا، لأن الشارع حكيم. حكيم يعني عنده الحكمة سبحانه وتعالى، حكيم. فلا يلزم بما هو سبحانه يعلم أن الناس سيلتزمون به بلا إلزام. زعما إلا ما قلناش كلوا ونشربوا، غادي ناكلوا ونشربوا، لأن الإنسان خلق ليأكل ويشرب، يعني فطرة طبيعي في الإنسان كسائر الكائنات الحية كالبهائم وكالطيور والحيتان. ولذلك لا فرق في الأكل والشرب من حيث المبدأ الأصل بين مسلمين وغير مسلم، اليهود والنصارى والمجوس ومن عندهم دين ومن لا دين لهم. الإنسان بصفته الآدمية مفطور على الأكل والشرب. ولذلك الطفل الرضيع بمجرد مش الرضيع الوليد يعجز، بمجرد ما يولد إلى الدنيا سبحان الله يبكي ولا يسكته إلا سدي أمه مباشرة، هذه فطرة في الإنسان. فلذلك الآن كلنا نتنفس، كل شيء بلانه كيطلع النفس ويهبط النفس. ف
فمن البلاده انه يجي واحد يقول لك طلع النفس هبط النفس هي هكاك يعني هو واش كندير ها انا ذا يعني اتنفس. فلذلك لا حكمه في ان ياتي امر في كتاب الله جل وعلا يفيد الوجوب يامرنا بان ناكل وان نشرب وان نلبس وان نتزوج. فاذا جاء هذا الامر فهمنا منه الاباحه فقط ماشي الالزام بالزز. علاش؟ لان الالزام الله تعالى عليم اننا سنلتزم به تلك شهواتنا. ولذلك قال في سياق التقرير لا في سياق الالزام. في سياق التقرير زين للناس وابن اهل المجهول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من ذهب فضه والخيل المسومه والنعم الى اخره. هذا تقرير على فطره الانسان وهذا تزيين رحماني ماشي تزيين شيطاني. شنو غادي يقرا الايه كيقرا في سياق الذم؟ ابدا. الآية في سياق المدح وفي سياق التنعم. صحيح راه جا في السياق بعد قل أنبئكم بخير من ذلكم، ولكن بخير من ذلكم هذه الصيغة ديال الخيرين هنا صيغة تفضيل، وصيغة التفضيل لا تعني أن ما قبلها سيء دائما لا، وإنما يفرق بين الحسن والأحسن. وطبعا خير الدنيا أو خير الآخرة أو نعم الآخرة خير من نعم الدنيا، هذا لا إشكال فيه. فإذا الله عز وجل يقرر أن هذه الشهوات مفطور عليها الإنسان، وإنما السيء من يسيء التصرف فيها. هنا فاش كاين الذم؟ من يسيء التصرف فيما زين له. هذا ماشي تزيين شيطاني، هذا تزيين رحماني. فمن أساء التصرف انقلبت النعمة نقمة، هذا أمر معروف مفروغ منه. فإذا المقصود إذا أن هذه المباحات هي ضروريات، واحد العدد كبير من المباحات ضروريات، هذه المباحات تصريحيه التي صرح بها القران والسنه امرا او تصريحا ولو لم يكن في سياق الامر، وانما يعني اشعرنا بان هذا يعني مما انعم الله به على العباد. بحال هذه الايه هذه زين للناس، هذا ما فيهاش كاع الامر نهائيا، ولكنه تقرير حب الشهوات من النساء ها الزواج والبنين تولد الاولاد والاملاك من العقار والحرث والبهائم والانعام مما ذكر في الايه. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير، جمعت كل شيء، والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسوم والانعام والحرث، كل شيء كل شيء كل شيء. والذهب والفضه جميعا معنى المال، معنى الماليه، معنى الثمنيه، كاع الحاجه اللي فيها فلوس. دخل فيها كل هالمعاني ديال الاموال ديال العصر. ممتلكات وعقارات وكذا ومنقولات الى اخره. وليس بامر ها هنا اصلا، وانما هو صريح غير صرح بان هذا مما زين للناس ومما انعم الله به على الناس. وكل ذلك خادم للضروريات الخمس، اذا فقد شيء مما ذكر في هذه الايه او في غيرها، كلوا واشربوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم، تناكحوا تناسلوا بالحديث، اذا فقد شيء من ذلك انهدم ضروري من الضروريات، او قل انهدمت الضروريات كلها. خمسه، تنهدم النفس او ينهدم العقل او ينهدم النسل او ينهدم المال. واذا هدم شيء من ذلك غير واحد، ينهدم الدين. اذا هدم الدين هدم كل شيء. فصار التعاطي للمباحات التصريحيه، ما من مباح صرح به القرآن أو السنة، صار التعاطي إليه واجبا. كيف واجبا؟ أي بمعنى أنه لا يجوز أن ينقطع عنه الإنسان الفرض انقطاعا مؤبدا في بعض أحواله، أنك كنت في الصيف، أو لا يجوز أن تتواطأ الأمة على تركه. فموجود الأنواع نوعان، اي واحد نوع من المباح كيمكن واحد ما يديروش كاع في حياته كلها، ولكن لا يجوز ان يكون فتوى عامه لجميع الناس. مثال ذلك الزواج، ممكن بما انه مباح، راه شيء دقيق يعني كيجمع بين مباح بوجه واجب بوجه اخر. بما انه مباح يعني في السياق ديالو التشريعي، ولذلك قلنا ما عندكش الحق المباح ترد واجب، فهو مباح خليه مباح. فيجوز للإنسان أن يتزوج ويجوز له أن لا يتزوج،
ليس هنالك نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله يلزمه، ومن فهم شيئا من ذلك في بعض الأوامر فقد أخطأ الفهم للأمر. هذا واضح جدا بقوة بأنه إنما هو ضرب من المباحات. علاش؟ لأنه أمر بشيء جبلي، يأمرك بشيء طبيعي في النفس الإنسانية. قال لك زين للناس، أي فطروا على ذلك فطرة. فقوله عليه الصلاة والسلام تناكحوا تناسلوا يرد إلى هذه الآية، ولا ترد الآية إلى الحديث هذا الشيخ، لا الحديث يرد إلى الآية، أي الأمر يرد إلى التقرير الإباحي. ولذلك وجدنا كثيرا من أهل العلم عبر التاريخ ما تزوجوا حتى ماتوا، إمام النووي رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله، كثير جدا ما تزوجوا أصلا ولا عرفوا النساء في حياتهم قط، وما شعروا بالإثم، وهم أهل العلم وأهل الدراية، مش سهل يعني الناس يعني جبال في العلم. لكن لو أن الناس أجمعوا على ترك هذا المباح، فرضوا احنا نقولوا غير مغاربة، مغاربة اش غنديروا؟ ياك هذا مباح زيد نقص المباح، كيقولوا فعله وتركه سواء، هذا تعريف، تعريف آخر مستوى فيه الطرفان أو استوى طرفاه، الترك والفعل، من تاركه لا يعاقب وفاعله لا يثاب، يعني عندك صفر درته ما كاين فيه يعني أجر وما كاين ذنوب، تركته لا أجر ولا ذنب، صفر دائما. هكذا يعبرون عن الإباحات الجزئية، كاين الوقت فاش كيولي عندها الأجر، ولكن كلام آخر هذاك سيأتي بعد بحول، خليونا بالدرجة بالدرجة، صغار العلم قبل كباره. فإذا لو تواطأ المغاربة على ترك الإباحات، قالوا سيدي احنا هذه الإباحة ياك زيد نقص، تركوها وفعلها سواء، نتركوها لا نتزوج أو لا نتناسل، مشكي يعني بعد 100 سنة لا يبقى مغربيون على وجه الأرض. الجيل اللي قرر هذا القرار يموت، طال الزمان وقصر يموت، صافي والخلف انتهى. فإذا سقط النسل سقطت الضروريات كلها، والنسل ضروري من الضروريات، فإذا لم يوجد من يتدين سقط الدين. فلذلك إذن صار بهذا المعنى واجبا، هل المباح تحول ولا واجب؟ أي حينما يصبح المباح سلوكا جماعيا يتحول إلى واجب، ما يبقى على أصله من الإباحة. ولذلك أقول هو حكم تكليفي لا بالتغليب بل بالأصالة، زيادة للمعنى اللي قلنا في أن الله جعله مباحا فيجب أن نبقيه على إباحته ولا نحوله. هذا واحد، ولكن في المعنى اللي يتعلق بفرض واحد أو بجزئية واحدة، فهو هنالك مباح، أي القيمة التشريعية سميتها الإباحة، لا يجوز لك أن تغيرها. أضف إلى ذلك أننا ملزمون بفعل الإباحة على المستوى الكلي من المجتمع، من الأمة الإسلامية، لو وسعنا التصور على الأمة الإسلامية جملة، ملزمون بفعل المباح، المباح الذي ورد فيه أمر أو تصريح، فنحن ملزمون به بصفة كلية، يعني المجتمع كله خصو يكون فيه المباح. كيشبه هو ماشي بحاله، ماشي يعني نفس الشيء، كيشبه واحد المعنى اللي ما يسمى بالواجب الكفائي، يتداخل معه، يتداخل يتداخلان، إنما الواجب الكفائي حاجة أخرى، دابا نصوره إن شاء الله المرة. إنما فيه شيء من الكفائية، فيه شيء من الكفائية، هذا على المستوى الجماعي. أما المستوى الفردي هنالك ضرب من المباحات كما بينتم في الأكل والشرب مثلا، هذا ما استشهد تقول مغاربة كاملين، غير واحد، غير واحد، بمعنى أنه لو أن فردا مثلا يعني قرر أن يترك أكل اللحم وهو موسر يعني غني لبس عليه، وقال أنا ما نعاودش ناكل اللحم كعادة النباتيين، كعادة النباتيين، تعرفوا النباتيين هذوك الناس اللي عندهم في الفهمة ديالهم يعني هو واحد شعبة من شعب الدين البوذي، ما يأكل شيء اللحم والمشتقات الحيوانية كلها، ما يأكل لحم، ما يأكل بيض، ما يأكل جبن، ما يأكل تشي حاجة ديال الحيوان غير النباتات كرا، هذا دين، هذا دين. فإذا ادعى أحد الزهد، شي مسلم بنت له فهامة دياله وخاصة، قال أنا سأكون من الزاهدين
وأدخل في مسالكي وفي منزلة الزهد وفي مسالك التدين وأنقطع عن أكل اللحم اليوم وغدا وبعد غدا وعنده باش موسير كنتكلموش على ما كيكلش لحم لأنه ما وصلوش لا قدر الله، هذه حاجة أخرى، لا نتحدث عن من هو موسير عنده فلوس وترك أكل اللحم اليوم وغدا وبعد غدا، هذا خطير، هذا تشريع. ماذا صنع؟ حول حكم إباحة اللحم إلى حكم التحريم أو كراهة وما عندوش الحق، وبذلك تعدى على سلطان الله، لأن هذا شغل ديال سيدي ربي وهو التشريع وهو الذي جعل اللحم مباحا، فلا يجوز لك أن تحرمه على نفسك ولا حتى أن تكرهه أو تكرهه، وهو قوله الذي سبق أن ذكرناه، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ولذلك حكم الإباحة من ما قلبته كتلقاه في نهاية المطاف يؤول إلى الإلزام، يؤول يعني النهاية ديالو كيولي إلزام، هذا الذي أشكال على بعضهم وقال يعني كيف يعني يكون فيه الإباحة الإلزام؟ فيه الإلزام إنما ما ظهرش في البداية لا أقل ولا أكثر، وإلا فهو يؤول إلى الإلزام في كل الإباحات التصريحية. فمن هنا إذن يتبين كما ذكرنا مرارا أن السلوك في طريق التصوف والزهد إذا لم يكن بعين الشريعة فإنما يقود إلى الضلال المبين، وهذا الشيء وقع الكثير من العباد عبر التاريخ. لابد وأن يبنى مثل هذا السلوك على العلم الشرعي. يجي واحد يقول لنا أزهد في اللحم وأزهد في التفاح، غلط، ما تدي غير الذنوب، إنما تجمع السيئات ولا تجمع الحسنات أبدا. والسنة ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هو معروف أنه قد كما ذكرت عائشة قد لا تشتعل النار في تنوري أو في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام الشهر أو الشهرين ما يطيبوش، ويعيشون على آل بيت سيدنا محمد يعيشون على الأسودين الماء والدقالي، شهرين وشهر وثلاث شهور الماء والتمر الرديء الدقل. علاش؟ ما لقاوش غرب الله، ما كيش. ولكن إذا وجد يأكل لحم الكتف ويستعذب له الماء ويحب الحلوى عليه الصلاة والسلام ويأكل الثريد ويأكل طيبات المآكل ويلبس طيبات الملابس، ما وجد إلى ذلك سبيلا، فإذا لم يجد حمد الله على الفقر كما يحمده على الغنى. هذه السنة والقواعد ديال الدين كما في حديث الرهطي الثلاثة المعروف مشهور، الذين أرادوا أن يزهدوا قالوا ذلك رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلما يعني جاء ثلاثة رهطين مشهور جاء ثلاثة رهطين إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقلوها أو تقلوها جاتهم قليلة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما كيعبدش الله مزيان وما صرحوش بها، ولكن وقع ذلك في نفوسهم وكشفه رسول الله، الدليل على أنه وقع في في قلوبهم إخبار عائشة كأنهم تقلوها، وبيان النبي عليه الصلاة والسلام إنه غضب قال أما وإني أندج منكم بلكم أنا ما كان عبدش الله بزاف، أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي، هذا وعيدا فليس مني، هذا من أشهر الأحاديث في تقرير ما نحن فيه. أي شنو هو هذا؟ الإلزام بالمباح، أنا شو بغيت يتركوا هذا؟ أرادوا أن يتركوا المباحات، واحد بغيت يترك النوم ما عندناش شي نص في الشرع يجعل النوم واجبا بالمعنى الجزئي، ما كيش النوم مباح، ولكن اللي يجيك رضو هو يعني النوم يلزمك بفطرتك، لكن أن تتعمد محاربة النوم اليوم وغدا وبعد غدا يصبح ذلك محرما. أصلي وأنام، فإذن هو يلزمهم عليه الصلاة والسلام بالمباحات التي أرادوا أن يتركها، والآخر بغى يصوم الظهر الآخر قال أنا أما أنا فأصوم الظهر، الآخر قال أما أنا فلا أتزوج النساء، والذي قبله قال أصلي الليل لا أنام خلط الليل بالنهار، لا يستطيع. وهذه الرهبانية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، ولكن الواقع التاريخي ما هو؟
فما رعوا أحق رعايتها. ودليلهم عبر التاريخ إلى اليوم شاهد على ذلك. فلهذا إذن المباح بهذه الصيغة التصريحية يؤول إلى الإلزام، هو في الظاهر ديالو إباحة تفقي، وبالمعنى الجزئي للكلمة فيما يتعلق بفرض واحد بعض الأحيان أو يتعلق بالمجتمع كله، فيتحول إلى إيجاب كلي كما عبر الشاطبي. ولكن لما كتعلق بواحد النازلة واحدة في واحد المكان واحد لواحد الحالة واحدة يسمى مباح. تزوجت فلانة أو فلان، لم يتزوج ما نقص من البشرية ولو، يعني فرض أو أفراد قلائل ما تزوجوا ما يوقع الدنيا ولو، الناس يتزوجون ويتناسلون، كاين اللي كينوب عليه في الزواج وفي التناسل والنسل البشري مستمر ما شاء الله. لكن أن يتواطأ الناس على ترك ذلك هذا خطير، أو أن يقرر أحدهم في نفسه أن يترك مباحا من المباحات على سبيل التأبيد، فهذا تحريم ما أحل الله. لما تحرم ما أحل الله لك؟ نوع من يعني العتب الشديد من رب العالمين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فلذلك إذن واضح بشكل جلي، وما نطيل في هذه القضية أكثر من هذا على قدر يعني البداية في هذا الأمر، وستأتي مرحلة بالحنة توسع فيه في سياق آخر لما نوصل باب المقاصد بإذن الله. وإنما نريد بيان أن المباح لما دخلوه في الأحكام التكليفية الأولين كيلعبوش كيعرفوش كيديروا، يعلمون لما أدخلوا المباح في الأحكام التكليفية لأن فيه معنى التكليف وليس من باب التغليب، بل من باب الأصلي والحقيقتي. المباح مكلف به، حكم حكم به الله، وهذه كافية حيث أن الله حكم به، ثم ألزم به من حيث الشمول، ولا يجوز دعوى الزهد في المباحات التصريحية ولا ممارسة الزهد فيه إطلاقا، ومن فعل ذلك فقد حرف الدين. فبقي ضربون من المباح ما تكلمنا عنه، وهو المباح المسكوت عنه أو المعفو عنه. صحيح كان واحد نوع من المباح ما مذكور لا في الكتاب ولا في السنة، لا في سياق الأمر ولا في سياق التقرير، غير مصرح به. لكن أدق من هذا الكلام يعني في الحقيقة هو التعبير الدقيق جدا كيتسمى المسكوت عنه، لأنه كاين واحد النوع يعني غير مصرح به، ولكن يعني لم يصرح به جزئيا ولكن صرح به كليا. يعني واحد نوع من المباح لا نجد له نصا في كتاب الله ولا سنة رسول الله، ها هو الأول باش نمشيو بالدرجة بالدرجة ونتفاهموا. لا نجد له نصا في كتاب الله وسنة رسول الله، هذا أيضا على ضربين ماشي بحال. الضرب الأول لا نجد له نصا فقط لأنه لم يكن زمن الرسالة، بحال تاي غلط اللي كيقول تاي مباح مسكوت عنه، لا ماشي مسكوت عنه، مصرح به. ما معنى مصرح به؟ صحيح ما كاينش، ليس هنالك نص في جزئياته، لكنه يدخل في باب النعم الكبرى التي أنعم الله بها الإنسان من طعام والشراب جملة، يدخل في قوله تعالى كلوا واشربوا، لأن معنى مسكوت عنه حاجة أخرى دقيقة جدا. فأصل المسكوت عنه يؤخذ من الحديث، أحاديث كثيرة ولكن بيني هذا، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها، وفي الحديث الآخر وما سكت عنه فهو عفو، هذا حاجة أخرى، هذا نوع آخر من السكوت وهو سكوت اصطلاحي. فهذا الضرب إذن من المباح المسكوت عنه مما بينا طبيعته أنه مأخوذ من الأحاديث من مثلي وما سكت عنه فهو عفو، وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تسألوا عنها، والحديث الآخر أعظم الناس جرما يوم القيامة من سأل عن شيء فحرم، تعبير ديال فحرم بسبب مسألته، دعوني ما تركتكم
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبياءه. والأحاديث في هذا الصحيحة كثيرة تفيد معنى كليا قطعيا في أن كثيرا من المسكوتات إنما أصل السكوت فيها حتى لا ينطق فيها بالتحريم، على السكت لأنه إذا تكلم غير حرم، ولحكمته ولرحمته جل وعلا ما نطق بالحكم لأنه لو نطق لحرم، فتخفيفا عن الأمة سكت عنه. ولذلك مما ينسب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه قوله: فضل الله خير لنا من عفوه. كل شيء مزيان، ولكن فضل الله، فضل الله خير لنا من عفوه. علاش؟ لأن العفو إنما يتعلق بالمذنبين وبالذين استحقوا العذاب فيحل عليهم العفو، أما الفضل فأصحاب المنازل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالمقصود يعني وما سكت عنه فهو عفو، هذا مشعر في أن السكوت إنما يقع في سياق المحرمات، السكوت في سياق المحرمات لأنه ارتبط بالعفو، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. وأعظم الناس جرما يوم القيامة رجل سأل عن مسألة فحرمت بسبب مسألته، ومثل هذا كثير. إذن هنالك نوع من المباح مسكوت عنه لكن ليس من قبيل النوع الآخر الأول المصرح به، لأن المصرح به وجدنا جميعه يخدم الضروريات الخمس شيء مزيان، ووجدنا أن الإنسان ينبغي أن يستعمله من حين لآخر. لابد وأن يأكل الإنسان اللحم من حين لآخر إن كان من أهل اليسار والجيدات، وأن يلبس أطيب اللباس كما ثبت في ذلك في الأحاديث الكثيرة الوفيرة من مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: إن الله جميل يحب الجمال. قال في سياق اللباس: أرأيت الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال ويكره ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. غير ما تلبس الشيخ ويا لا وتكبرا، لكن أن تلبس لتتزين بما زينك الله به يا بني آدم خذوا زينتكم. فإذا يعني إباحات صريحية تفيد يعني أن الإنسان ينبغي أن يدخل فيها، ويشجعك الشارع والحكيم على أن تستعملها، لكن إباحات سكت عليها ما قالكش ديرها وما قالكش ما ديرهاش. إن لو ورد النهي لانتقلت من الإباحة وصرت إلى الكراهة أو التحريم، لم يرد النهي فيها، لا ورد السكوت. هذا النوع من المباحات لما ورد السكوت فيه؟ لأنه إما مما تميل إليه النفس شهوة وفطرة، أو مما تعم به البلوى ويصعب التحرز منه ولذلك الأصل فيه أن يحرم، لكن الله يسر للناس وعفى وموجود هذا يعني في العبادات وفي المعاملات كثير. أعطيكم مثال في العبادات كقليل النجاسة، قليل النجاسة رأى النجاسة نجاسة، كثرة أو قلت رأى اسمها النجاسة، لكن عفى عن قليل النجاسة في الثوب وفي الماء وفي غير ذلك مما حدده العلماء. وعند من يقول بنجاسة الدم على مذهب الجمهور ومنهم المالكية عفى عن قليل الدم، لو كان كثيرا لبطل صلاة الإنسان به، ولكن إذا كان مقطع فهو عفون كما معروف في مذهب مالك وفي مذاهب أخرى، لأن هناك من لا يقول بنجاسة الدم ولكن الجمهور يقول بنجاسة الدم. فإذا هذا السؤال لو ألزمنا بغسل النجاسة كثيرها وصغيرها والتحرز من جميعها مشكل، يعني إنسان غير يحك ظهره تكون عنده واحد الحبيبة صغيرة حبيبة في ظهره أو في بطنه أو في مكان وتلقى قليل من الدم ويصلي ولا يكتشف ذلك تلأخير النار، فإذا به يجد نفسه وقد صلى بثوب نجس وجسم نجس اليوم كله يعيد الصلاة، هذا مشكلة. فهذا فيه عنت وفيه تكليف ما لا يطاق،
والله تعالى قرر أنه ما جعل عليكم في الدين من حرج. فسكت عن هذا عفوا وعفا. فإذا هذا نوع يعني مما يقربنا من هذا المعنى. وفي المعاملات كثير هذا الأصل ديالو، معاملات يعني كإباحة العقد على المجهول، مع أن العقد على المجهول محرم بالنص وبالإجماع. تشري واحد اللي بيع وشري أنت ما عارفهاش، لا يجوز. مع الأسف بزاف الناس كيديروا هذه المسائل هذه في التجارات معروفة، ولكن كاين أشياء لا يمكن أبدا أن تطلع عليها، يعني من الحرج ومن العانة أن تطلب الاطلاع عليها. يعني كما قالوا كبيع المغيبات في الأرض، خزو لفت بطاطا، كيجي الفلاح أو يجي التاجر اللي غادي يدير لك ريال السوق ديال الجملة، كيجي من عند الفلاح وهي مغروسة، وهو ضرب من المغامرات والغرار والخطر المنهي عنه والمجهول والجهالة. تخلط على واحد القطار ديال البطاطا تشريه، شحال يعني شحال فيه من طون ولا شحال من قنطار؟ لا تدري، ما عندكش، ما يمكن، مستحيل عقلا وعادة وطبيعة أن يعني تقدر بالضبط أو حتى بالتقريب القريب جدا قطار ديال البطاطا شحال فيه من طون أو من قنطار، لا أدري، ولكن تخرصه خرصة خرص يعني تقدير. يعني أنه كيكون إنسان عنده خبرة عام عموما كيقول بحال هذه الأرض في بحال هذه البلاد وبحال هذه البطاطا عادة كتعطي قدام قدام من قنطار ولا من طون ولا ما عرف شنو، وكيبنيو على التقريب على التقريب، كيقدر يطلع جوج قناطر ربعة زايدين على الحساب اللي حاسب أو ناقصين، أو ربما يتفاجئ يلقى طون أو أطنان زايدة ما يدري. فالغرار حاضر، ولكن نظرا لأنه لا حيلة للناس في الخروج من هذا الغرار، هذا تعم به البلوى، كي غيديروا؟ ويجي يبدلوا بطاطا ويعزلها ويحطها للفلاح وبي يعني بالخياري ما لم يتفرقها، ماشي ملزم باش يشري منه تيشوف، فيشوف يقول اسمح لي هذه البطاطا ما عجبتنيش رد التراب، هذا غير ممكن وفساد ومهلكة للفلاح. فلذلك أجازوا بيع المغيبات في الأرض بناء على هذا المعنى، وما يشبهه في الشريعة كثير كثير جدا بحال هذا النوع، إما لا يمكن التحرز منه أم إما تعم به البلوى، ولذلك لا يمكن التنزه من النجاسات التي تكون في الشوارع عادة وتتطير عند الأمطار على الناس. وسكت عن أشياء رحمة بكم، وهذا فلا تسألوا عنها، سكت عنها. فإذا هذا النوع من العفو حينما نستقريه في المسكوت عنه مما لم نجد له نصا في الكتاب ولا في السنة، لأن حتى الأخرى ما فيها نص في الكتاب والسنة، ولكن وجدنا أنه يخدم الضروريات. فإذا مما يعني من الطوارئ أشياء جديدة ومسكوت عنها، كيفاش غادي نعرف واش هي من قبيل المسكوت عنه الأول بمعنى الذي لم يصرح به، ماشي غير مسكوت عنه، لأن هذا التعبير ديال التصريح يعني عام وهذا دقيق، بمعنى أنه من ذاك اللي ما فيهش النص، أي من الحكم الإباحي أو المباح الذي لا نص فيه لكن يخدم الضروريات الخمسة، أو أنه من هذا النوع اللي هو من قبيل المسكوت عنه. كيف نعلم ذلك؟ بقياسه على مآله ومقاصده، نشوفوا هذا النوع هذا واش كيخدم الضروريات ولا كيهدمها. فإذا وجدنا أنه يهدم الضروريات ويخرمها بشكل مباشر أو غير مباشر، علمنا أنه من قبيل المسكوت عنه من هذا النوع الثاني، من هذا النوع الثاني. وهذا النوع الثاني مش ذاك الأول، هذا النوع المباح الذي فيه ضربون من يعني خرم وخدش الضروريات الخمس، إما كيمس حقيقة من حقائق الدين يعني يعني يؤدي بنا إلى منهي من المنهيات، لكن الله تعالى سكت عليه باش يعني يسهل علينا رفع لي الحرج. فهذا النوع هو الذي يجوز الزهد فيه، هذوك اللي بغاو الزهد يزادنا وليس بإلزام، والزهد ضربون من الرقي إلى مرتبة الورع، والورع أعلى من التقوى، لأن التقوى هو ترك المحرمات والمنهيات التصريحية، أما الورع فهو شيء زائد، هو كقول أحد السلفي إني أترك بيني وبين الحرم سترة من الحلال
ولا أحرمها، هو كيتسمى أصل الاحتياط. يعني كحديث يعني إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور، فهذا يشبهه في الزهد في مئة الجياء، يعني ضرب من الورع، والورع ما فيه إلا الخير. وفي الحديث الصحيح وخير دينكم الورع، وخير دينكم الورع، والورع أعلم التقوى. فإذن يزهد الإنسان في الأشياء التي بمعنى نقول يزهد، راه ماشي الإلزام، لأن إذا قلنا الإلزام فمعنى ذلك إذن أنه ما بقاش مباح، صار محرما. لا، هو يعني إن شاء دخل فيه وإن شاء تركه، لكن خير له أن يتركه، خير له أن يتركه إن شاء، لكن قد يلزم بتركه على سبيل التحريم في أحوال أخرى تأتي إن شاء الله، سنبين يعني في الحصة المقبلة إن شاء الله نبين كيف أن المباح قد يتطور إلى واجب كلي أو مندوب كلي أو محرم كلي أو مكروه كلي، والأصل الجزئي فيه دائما الإباحة. فيتبين بإذن الله قطعا آنئذ في أن الأحكام التكليفية تكليفية كلها وبدون استثناء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.